مع أول ليلة من ليالي السنة الهجرية الجديدة تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بتغيير كسوة الكعبة نلاحظ الآن الكعبة المشرفة وقد تم تفتيق الجوارب الأربعة من الستارة ليتم إنزالها وأيضا فك الصمديات الأربعة الموجودة في الأركان الأربعة وأيضا هذه القناديل الله أكبر الموجودة فوق الحجر الأسود ثم أيضا قطع الاماكن الموجوده في اعلى الكعبه وذلك لتسهيل نزال الستار او الكسوه القديمه نلاحظ الان اخراج الكسوه الجديده من مجمع الملك عبد العزيز لكسوه الكعبه والذي يصنع فيه هذا المجمع خاص لصناعه الكسوه الشريفه للكعبه المشرفه حيث يتم نقلها من خلال مراسم رائعه و تليق بكسوة الكعبة تعظيما لهذا البيت ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب يقوم 130 صانع وفني بنقل هذه الكسوة من المصنع الموجود في ام الجود في مكة المكرمة الى المسجد الحرام نحن هنا الان نلاحظ هذه ساحات المسجد الحرام امام باب الملك عبد العزيز وقد وضعت هذه الكسوة في عربة خاصة للكسوة لادخالها الان من الساحات الموجوده خارج المسجد الحرام الى داخل المسجد الحرام ضمن هذه العربه بطريقه تليق بعظمه هذا البيت وبمكانه هذا البيت الذي يشهد هذا الاقبال الكبير من الناس ومن الزوار والحج المعتمرين وبقيه الحجاج لانه في بدايه العام الهجري ما زال الى الان هناك حجاج موجودون من بعض الدول. آه الإسلامية هذا الآن آه المراسم التي سيسلم فيها هذه الكسوة الجديدة الآن لمن سيقوم بالباس الكعبة المشرفة آه هذه الكسوة الآن نلاحظ الكسوة القديمة آه تم يعني آه تجهيزها للإنزال طبعا لا يتم إنزالها مباشرة إنما يقوم أولا بفتح الكسوة الجديدة وتهيئتها وتجهيزها ثم رفعها كما سنشاهد الآن نلاحظ الآن يرفعون الكسوة الجديدة قبل إنزال الكسوة القديمة ذلك تعظيما لهذا البيت وإجلالا وتكريما له هذه هي الكعبة المشرفة, المشرفة التي جعلها الله مثابة للناس وأمنة الآن طبعا رفعوا أحد الجوانب طبعا هي أربع جوانب كل جانب يقومون برفعها إلى أعلى الكعبة ثم إنزال بعد ذلك آه الثوب القديم والكسوة القديمة، هذه نلاحظ الآن هذه الكسوة القديمة التي أنزلوها من تحت الكسوة الجديدة يقومون بلفها وجعلها أيضاً في العربة التي جاءت بنفس الكسوة الجديدة. هذا هذا الحجر الأسود الذي هو قطعة من الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الركن والمقام يا من يواقيت الجنة نلاحظ الآن هذه الجهة التي من جهة حجر إسماعيل أو من جهة أخرى ليست من حجر إسماعيل لأنه ما في مزراب هنا يرفعون في هذه الجهة أيضا هذا الركن اليماني هذا ما بين الحجر الأسود والركن اليماني يرفعون هذه في هذه الجهة أيضا الستارة الجديدة التي نسجت من الحرير وأيضا هذه الزخارف وهذه الآيات واللوحات هذه هي جهة الركن الشامي والعراقي من ضمن حجر اسماعيل لأنه الميزاب عليها الآن يقومون بإنزال الكسوة القديمة حتى لا تظهر جدران الكعبة وهذا من باب التعظيم ليس هناك أمر شرعي أو أمر يعني منهي عنه إنما هو من باب التكريم والتعظيم كما نعلم أن أول من كسى الكعبة المشرفة هو ملك تبع الحميري الذي جاء كان بقصد هدم الكعبة ومرض مرضا شديدا قبل أن يصل إلى مكة حتى قال له زعماؤها وأشرافها إنك نويت نية سيئة ولو أحسنت النية لا شافاك الله فعلا عزم على أنه إن شفي أن يكرم هذا البيت فرد الله له صحته وعافيته فأكرم هذا البيت وكساها وبنى وجعل لها بابا من باب الإكرام والتعظيم كتبت على هذه الكسوة لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا حنان يا منان يا الله يعمل في مصنع كسوة الكعبة قرابة المئتين وأربعين عاملا وإداريا وفنيا كلهم خلال عام كامل لإنتاج هذه الكسوة للكعبة المشرفة ونلاحظ أن مقدار الحرير الطبيعي الذي يستخدم في صناع الكسوة قرابة 670 كيلو غرام وسلك الذهب والفضة الذي تكتب فيه الآيات في هذا الحزام قُرابة 150 كيلوغرام، والكعبة محاطة بحزام عليه آيات في الثلث الأخير.